عم نروح على المدرسة، من المدرسة والله على الشغل، نشتغل بالبلوك حق منطالع 10 ليرات باليومي، عم نعطيها لأبويا شحق لك متأكل، والله شو اسمه شغلنا صعب، نتمنى نرجع لضيعنا. بروح على المدرسة بحلم المدرسة، بروح على المكب من النحاس بلاستيك مشان بصرف أهلي، نحن 11 شخص والعشرات ما بيكفونا يوم واحد، أبوي عاجز ما بيحب يشتغل عاجز، يعني الشغل ما بيحصل بيشتغل. نتمنى نرجع بلدنا وعضيعنا لأنه ملينا من الخيم، لأن هلأ رحنا 11 شخص بخيمة وحدة ما بنحسن ناكل، لأن بابا بيروح طلبات عشان نحسن، وأنا بشتهي كثير أكلات وما باخذ من بابا لأن ما معنا مصروف. والله عم بشتغل بالبوز، بروح على المدرسة، من برجع من المدرسة برجع على البوز بساعد أهلي، عم طالع 5 ليرات 10 ليرات 15 ليرة، والله ما بتوفي معنا. أتمنى إنه أصير أستاذ مشان عايش أهلي. أنا أبوي عاجز وفقيرين كتير، وأطلع كل يوم على المكب بشتغل بجيب 40 ليرة 50 ليرة 30 ليرة 20 ليرة حسب، وكل يوم وبروح من هون للدانة مشي عطول، وما لا بحسن لا بشتغل لا بشياتين، أبوي عاجز خالص ما بيقدر يمشي خالص، ما بحسن أروح على المدرسة خالص، إذا رحت على المدرسة ما حد يعيش أهلي، أنا أكبر واحد بأهلي خالص. أتمنى أن هالحياة نرجع لبلادنا. نازحين من ريف إدلب الجنوبي وأجينا على المخيم حلب لبي، ويعني ما عم يدعمونا لا بالمعونة ولا بالخبز، كل يوم والتاني عم يعطونا ربطة خبز وما بتكفينا، وهالمدارس كمان لا عم يدعمونا شيء، لا أقلام ولا دفاتير. أبويا عامليتين غضروف بجري وما بيحسن يشتغل شيء، يعني ما بيقدر يصرف علينا شيء. نحن محتاجين كتير، وأبويا ما بيحسن يشتغل، عامل عمليتين وجلطة وسكر، وفي أما بتجيب تياب وبتبيعين، والدوب الطالع مربحها خبز، وكل يومين حتى يجيبوا لنا ربطة خبز، 9 قاعدين بخيمة وحدة ومننام فوق بعضنا.